ترغب باستئجار شقة لرحلتك السياحية عبر موقع Airbnb فتتحرر من قيود الفندق، تعمل البيض بالبسطرمة الذي تحبه على الفطور، تجلب قفص حمام، تطبخ حمام بالفريك في أفخم فيلا في سويسرا. إجمالا هي أرخص من الفنادق، وتقول Airbnb إنها تتحقق من كل الإعلانات والعروض التي تنشر على موقعها لمنع الاحتيال والعروض. دعونا ننظر إلى هذا البيت الفخم في لندن. بإمكانك استئجار هذا القصر الفكتوري القديم وتسرح وتمرح فيه وكأنك لورد اللوردات. تدع أولادك يتزحلقون على درج الرخامي، تتمتع باللوحات القديمة ومنظر الفازات الصينية ورود وثريات مضيئة والغرف أخرى فيه. كل هذا ب $120 في الليلة. أين تجد سريرا في لندن بأي فندق بهذا المبلغ ولديك زجاجة ماء من الأرض إلى السقف؟ هذا مثال من غرف النوم، سرير وثير من القياس الملكي وبجانبه 5 باوند، هذه 5 باوند وهي بحجم الغرفة، هذه العملة وهذه هي الغرفة. هذا الإعلان حقيقي وتم عرضه على موقع Airbnb، عرضه شابان يوتيوبرز هما جوش بيترز وآرشي مانرز. ما كان معروضا على أنه منزل إنجليزي فخم من القرن 18 لم يكن سوى بيت دمى مصمم باحترافية بالغة، لا تزيد مساحة غرفة فيه عن مساحة شاشة الهاتف أو الآيباد. مصممة هذا البيت اهتمت بأدق التفاصيل، فالساعات تعمل والكتب يمكن قراءتها باستعمال المكبر. الشابان اليوتيوبرز أرادا إثبات أن شركة Airbnb لا تتأكد من حقيقة جميع المنازل المعروضة، فنشرا الفيديو والصورة ووضعا المنزل الإيجار على الموقع. Airbnb had taken £87 of Archie's money for a house that doesn't exist on an account of a 60-year-old woman based on photos of miniature chairs and giant water bottles. So they weren't looking very closely. But would the public be more careful? الحيلة لم تنطلي على فقط على موقع Airbnb، ويبدو أنه لم ينتبه أحد للتفاصيل مثل زجاجة الماء الكبيرة هذه، فالناس بدأت بالحجز وبتحويل الأموال. وقد وصل مجموع قيمة الحجوزات استئجار هذا البيت إلى نحو $4,200. ألغى الشباب الحجوزات وأعادوا الأموال إلى أصحابها باستثناء حجز واحد إثبات إمكانية إتمام عملية إيجار البيت من دون أن تتحقق Airbnb من مصداقية العرض. كانت هذه المفاجأة بانتظار عاملي بناء عندما أتيا للمنزل الموعود. The Airbnb you booked is not actually a real Airbnb. I just want to show you the pictures you looked at. Yep. That's what you booked. What it actually is a doll's house. It's not all bad news because in this envelope, we have the money you paid back in the other envelope. A 5-star hotel on Park Lane. So you'll be staying there. Dinner is all taken care of. Breakfast tomorrow. You've both got your own suites. طلبنا من Airbnb أن تفسر وتعلق على هذا الموضوع، هذا ما أجابوا به ترندج. لم يتلقى هذان الشابان أي أموال من خلال Airbnb لأن الشركة تتحكم في المدفوعات. يتم إصدار المدفوعات للمضيفين بعد 24 ساعة من وقت تسجيل وصول الضيف، ويعد هذا رادعا لأي شخص يسعى للقيام بالعمليات الاحتيالية. شكرا لمشاهدتك ترندج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.